شكرا سيد النائب. تعمل الخطوط الملكيه باستمرار على تحسين وتجويد خدماتها. في هذا السياق اطلقت منذ 2016 ورش كبير للتحول يروم تحسين جوده الخدمات المقدمه لزبنائها. في سنه 2020 انضمت الشركه الى واحد من ارقى التحالفات العالميه لشركه الطيران وان وورلد، بحيث مكن من الانخراط في شبكه تضم ازيد من 600 مليون مسافر. توفر هذا التحالف اكثر من 1500 وجهه في 120 بلد، بالاضافه الى اعتماد معايير خاصه في المجال ديال التسيير والخدمات الموجهه للزبناء وايضا الرقمنه. في هذا المجال تقدم الشركه باقه من الخدمات الرقميه تخص موقعها التجاري والتطبيق الرقمي لتحسين تجربه المسافر وتسهيل المبيعات. اما بخصوص التواصل، في الشركه تضع رهن اشارات زبنائها قنوات متعدده للتواصل من خلالها موقعها الرسمي ومراكز النداء الخاصة بها ووكالاتها التجارية وأيضا شبكة وكالة السفر. حسب دراسة تقييم لمستوى الخدمات المقدمة أجريت هذه السنة، بلغت نسبة رضا الزبناء خلال مراحل السفر مستوى إيجابي، وبلغت نسبة احترام مواعيد الرحلات حوالي 85%. وللتذكير وكتتويج لكل هذه المجهودات، أحرزت الخطوط الملكية المغربية سنة 2022 وللمرة التاسعة على التوالي على درجة 4 نجوم لجائزة سكاي تراكس وعلى جائزة أحسن شركة جوية جهوية بإفريقيا من نفس المنظمة العالمية المعترف بها. بمناسبة صيف 2023 وضعت الخطوط الملكية المغربية عرضا يؤمن 6.2 مليون مقعد تربط 90 وجهة بأربع قارات، وغادي توفر الشركة 2.3 مليون مقعد موزعة على الوجهات الأوروبية ب 900 رحلة في الأسبوع، حيث ستربط 11 مطار مغربي ب 34 مطار أوروبي، وستؤمن كذلك 500 ألف مقعد موجه لسوق أمريكا الشمالية، أي بعدد مقاعد يفوق ب 6% عدد المقاعد التي تم تأمينها خلال صيف 2019. شكرا.